وجهه نظره في هذه المباراه وجهه نظره في اداء منتخبنا، واللي بيطالب طبعا جماهير مصر بتطالب الاداء، ولكن احنا الاهم هو وصول لكاس العالم. كابتن زكي، مساء الخير على حضرتك. كابتن مساء الخير كابتن محمد، اخبارك ايه؟ تحياتي لحضرتك من امريكا، ويا رب ان شاء الله يعني تكون على طول باحسن صحه في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله بامر الله كابتن. الحمد لله. هو بس شويه سقط ما بين امريكا وكندا، على طول كان في ماتش اول امبارح السبت مع جامايكا في كندا. فالحمد لله ربنا الماتش الجاي امريكا، ربنا معاك كابتن، بالتوفيق ليك دايما باستمرار في اي مكان تكون فيه. كابتن يعني اكيد ما اعرفش بقى انت تابعت المباراه ولا لا، اكيد طبعا. يعني فوز منتخبنا ده هو الاهم بالنسبه لنا، هو حصول على 3 نقاط. يمكن راي حضرتك في المباراه، خصوصا يعني انتوا من خلال تواجدك في منتخبنا الوطني الامور كانت في كاس العالم بتبقى مختلفه في التصفيات غير تصفيات افريقيا، كمان يا كابتن وجودك في بطوله الامم الافريقيه بتبقى مختلفه تماما يا كابتن زكي. طبعا طبعا، هو طبعا الماتش يعني احنا في ناس كتير انت عارف احنا في مصر بنحب الكلام وبنحب اللكس والعاكم، واحنا عندنا يعني 95 مليون مدرب في مصر، فاحنا اهم حاجه النتيجه. احنا خدنا 3 بونت، ده اللي احنا عايزين من الماتش. الاداء والكلام ده مش دلوقتي، مفيش، احنا بس نوصل كاس عالم، نحط رجلنا في كاس عالم، نبدا نتعود على كاس العالم. يعني امريكا هنا وصلت كاس العالم سنه 90، بقالهم 28 سنه ما فوتوش كاس عالم. قبل كده ما راحوش، يعني ما راحوش الا سنه 54. فالمهم حط رجلك الاول، فما تدورش على بقى موضوع اداء والكلام ده، بتكسب وخلاص. تكسب دلوقتي وبعد كده الاداء هيجي. بس احنا في مصر عندنا ناس دايما ما حدش بيحب، يعني في ناس ما بتحبش النجاح. دايما اي حاجه عايز تفصفصها. الغريبه يا كابتن، الغريبه يا كابتن زكي، يعني انت عمال تقول انت ما رحتش كاس العالم من 90، ولما تيجي تقرب من كاس العالم تلاقي بقى كلام، لا احنا عايزين اداء. طب اوصل يا عم، اوصل الاول وبعد كده اقول بعد كده اداء يعني. بالظبط، ده اللي انا بقوله بقى. طب بس في ناس في مصر، صدقني في ناس يعني في مصر ساعات بحس انهم مش مصريين بجد والله، مش عايزين المنتخب يكسب. لا لا طبعا طبعا، دي حاجه صعبه يعني، حاجه صعبه انا مريت بيها يعني، حاجه صعبه يعني. في ناس بحس ان هم ازاي دول مصريين، ازاي دول مصريين. فطبعا اهم حاجه الاداء، وخدنا 3 بونت، وكمان مش عايزين نفكر في حاجه نقطه، عشان احنا دايما بنحب بنحط نفسنا في دراما وفي مشاكل. احنا مالناش دعوه بجنة، احنا نكسب الماتش اللي جاي مظبوط، ونركز الماتش اللي جاي وبعد كده اللي بعديه اللي هو يجي ما نفكرش فيه. احنا كده لما تقول بنحط ضغط على اللعيبه وبنشتت تفكيرهم، طب لو غانا كسبت اوغندا كسبت طب هنعمل، احنا مالناش دعوه، احنا عايزين 3 نقط اللي 3 نقط اللي جايين. مظبوط يا كابتن، نشوف الموقف ايه. طيب من رؤيتك للمباراه كابتن بقى، يعني يعني رؤيتك للمباراه كانت بشكل كمدرب موجود، وتقييمك ايضا لكابتن عصام الحضري يعني حارس مرمانا، يمكن حضرتك كنت دربت عصام الحضري في اثناء طبعا وجودك في منتخب مصر وكمدرب اسبق لحراس المرمى، تقييمك ليه امبارح وفي مباراه اوغندا ايضا الاولى ايضا لعصام الحضري، تقييمك للشكل المنتخب بقى امبارح كابتن ايضا؟ للشكل ولا شكل عصام؟ ولا شكل المنتخب ككل؟ انا عايز شكل المنتخب ككل، وايضا لعصام الحضري كواحد من حراس المرمى اللي موجودين لمنتخبنا، حضرتك كنت مرنته قبل كده مع المنتخب. يعني شكل المنتخب ككل، سيبك من موضوع الاداء، احنا خدنا 3 بونت اللي احنا عايزينه. كنا نتمنى على الاقل بونت في اوغندا، ما حصلش نصيب. بس حاجات ما نقدرش نتحكم فيها بقى خلاص، بس ده ماضي ما نفكرش فيه، نرمي نشوف اللي قدام. بس الاداء كله ما لناش دعوه بالاداء، احنا خدنا 3 بونت من 6 خلينا نبص له، ولحد دلوقتي احنا في موقف كويس الحمد لله، موقفنا من الماتش الاولاني. بالنسبه لعصام، انا بالنسبه لي قلت كم مره مش ما بدخلش العواطف في الشغل تمام. انا بالنسبه لي عصام معتزل من 2012. معتزل من 2012. فبالنسبه لي يعني الماتشين الاوغندا بعتقد الكره جت الوحيده في الجون، جت جول. والجول اللي هناك ده اداء فني. وجون مسؤول عليه مسؤوليه كبيره يعني. الرياكشن بتاعه كان بطيء جدا. الكره اللي رد فعل بتاعه عدت من تحته، رد فعله هو غصب عنه لانه عامل السن وعامل بياسه والكلام ده. فبالنسبه لي صعب، بالنسبه لي لما كنا في مصر هنا في مدربين بيجوا مدربين عالميين وكده، وواحد يقول لي مثلا حارس مصر يقول عنده 45 سنه وده احسن واحد، وبعدين شايفين يقول لك مستوى ده بطيء جدا ومش عارف ايه، امال نمره 2 و3 شكلهم ايه؟ فدي بتقلل من حراسنا مستوى العالم في كل حاجه، فدي صعبه يعني. يعني انت يا كابتن بتتكلم على ان عصام يعني كحارس مرمى خلاص، انت بتتكلم ان هو كان المفروض ما يبقاش في منتخبنا الوطني من 2012 زي ما حضرتك بتتكلم.
من 2012. طيب مين اللي بتشوفه كابتن يبقى موجود يعني من خلال تواجده في المنتخب؟ عندنا اثنين حراس معلش، شريف واحمد شناوي وعواد. عندنا الشناوي اكرام الاثنين. بعد كده في جاب بقى، في فرق كتير قوي ما بينه وبين الكل. عواد لسه يعني محتاج خبرات كتير، محتاج ماتشات دوليه ويعمل اخطاء ويتعلم وياخد خبراته دي، محتاجها لسه هياخد وقت. انما اللي على الساحه دلوقتي عندنا الشناوي والكرامي الاثنين هم دلوقتي، بعد كده في فرق كبير ما بينهم بعد كده. ودي مشكله في مصر، دي مشكله كبيره في مصر. طب انا عايز اقول لك كابتن، يمكن وجهه نظر مسيرته الكبرى او كابتن ناجي في اختيارهم لعصام، هو حته القياده داخل الملعب بيبقى ده جزء موجود يعني، ده ممكن تكون وجهه نظر ولا انا ممكن ابقى انا غلطان فيها؟ لا هو في خلال معسكر انا ما اقدرش اتدخل. ثاني عصام موجود في مش 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 كوبر ونجم، في حاجات اكبر من كده. بيضغط على جهاز بصراحه، بيضغط على جهاز ان عصام يبقى موجود، لان انا بنحب نعيش في الماضي، احنا بنحب نعيش في الماضي. ده يعني انت فاهم، دايما بنبص لورا مش لقدام. فبنبص لقدام يعني، انا تعرضت لضغوط كتير بعد ما هو ماتش شيلي واعتزل، تعرضنا لضغوط كتيره جدا جدا نيجي تاني معاصر طبعا. رفضت، ده مبدا، ده مبدا يعني، في مبدا فانا وخلاص انت اعتزلت واعتزلت ما بينش فين وخدت قرارك. وحتى لو كان شريف كان بيلعب الماتش ده، لو كان اتصاب وانت اعتزلت هتلعب ازاي مثلا؟ حطينا في موقف ايه؟ المهم اصلا مستواه يعني انت عارف، ماشي ما بنتكلمش على اي حاجه، المستوى كمان بس احنا دايما بنبص لورا انا يعني كابتن، انا يعني الصراحه، انا بحييك على صراحتك، لان حضرتك مدرب محترف وبتشوف اللي انت بتشوفه بتقوله، ودي حاجه مميزه جدا في كابتن زكي عبد الفتاح، ان هو شايف عصام الحضري مش مفروض يبقى موجود في منتخب مصر في المرحله من 2012، يبقى حد تاني غير عصام الحضري. خليني اقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن. هات لي ماتش بطوله افريقيا اللي احنا وصلنا النهائي كده، هات لي ماتش مثلا في عصام الحضري عمل فرق كبير، او فضل مثلا كنا هنخسر الماتش البلانشين اللي هم في بوركينا فاسو كده، توفيق مش حتى يعني، كنا تقول لك خبرات مش توفيق، لان بعديها باسبوع، بعديها باسبوع جنش صد بلانشين ضد الاهلي في السوبر لو انت فاكر. بوسكا بتاع المصري طلع المصري صد بلانشين، وبوسكا اول مره يلعب ماتشات افريقيه، فبتبقى توفيق. انما غير كده هات لي الماتشات كلها يقول واو في ايه؟ اللي ده النهارده عمل فرق. تعالى بقى في بطوله مثلا 2008 مثلا، افتح العاج الدروبا شال من دروبا كوره مثلا اللي هي تفرق على الماتش وكسبنا الماتش ده فرق جامد، هتبص تلاقي عامل له بصمات كتير من الاسباب ده 2008. بعد كده 2012 انا اعتبر بالنسبه لي هو انت ما لعبش الا في الدوري المصري. في يا كابتن يعني كلام بيتكلم ان بيبقى في اكسبشن دايما، مش انا بشوف ان السن ما بيبقاش يعني هو العائق بالنسبه للعيبه كتير، بنشوف لعيبه عدت سن كبير ولكن بتلعب وبتأدي بشكل كبير جدا يا كابتن، اخرهم يعني بنشوف بوفون مثلا، واحد من حراس المرمى على مستوى عالي جدا على مستوى العالم، السن ما فرقش معاه كتير. لا بس فرق كبير، ده فرق 7 سنين، فرق 8 سنين ما بين بوفون والحضري. وبعدين الظروف الثانيه كمان، ان تعالى بص لها كمان، بص لها بواقعيه. بطولة افريقيا مين اللي بدا؟ مين اللي بدا ماتش مالي اول ماتش؟ ما هو كان الشناوي وانصاب تمام صح؟ تمام. وقبل وفي التمرين قبلها بيومين ثلاثه شريف اتصاب صح؟ مظبوط. ظروف خدم يعني، هو كان نمره ثلاثه بالنسبه لهم، هو واخدينه بس خبره عشان ما يشيلش في الاعلام صراحه ربنا، عشان ما يهيجش على الناس في الاعلام وبتاع، له اعلام، هو له اعلام معين والكلام ده، ويهيج الاعلام على فخده. فالظروف خدمت، الظروف خدمت، بس كجهاز مستوى ان هو نمره ثلاثه يعني، هو نمره ثلاثه لازم اظن، بدليل ان شريف اتصاب قبل البطوله بثلاث ايام والشناوي اتصاب في الماتش، فكملت معاه، فمش الظروف خدمت، ربنا حاسب بقى الظروف خدمت. فطبعا دي حاجه بتحصل بس ما تبقاش قاعده. في الاول وفي الاخر يا كابتن، احنا بنتمنى منتخبنا يوصل، سواء بقى مين موجود مين واقف مين بيلعب. لا ان شاء الله عايزين نتفائل بس، اللي هي بس تطلع تتكلم وتدبح الناس، تدبح في الجهاز مش عارف، يسكتهم لحد بس ما تتصفق ان شاء الله يا كابتن. ما تحطش
تحطش ضغط على اللعيبه، ما تحطش ضغط على الجهاز، سيبهم يشتغلوا اكيد، وبدل ما نوصل باذن الله ده اهم حاجه، وبعد كده الف حلاق ان شاء الله. كابتن زكي عبد الفتاح طبعا مدرب حراس منتخبنا الوطني الاسبق، وطبعا يعني واحد من المدربين اللي كانوا مميزين جدا في منتخب مصر لحراسه المرمى. كابتن زكي بشكرك شكرا جزيلا. يعني زي ما بنتكلم كده يمكن عصام فعلا من الحراس المرمى اللي ما جوش في تاريخ بطوله او افريقيا كلها، يعني حتى الان في ظل سنه اللي موجود حاليا، ولكن متماسك بيتمرن بشكل جيد. ولكن طبعا وجهه نظر كابتن زكي مختلفه تماما من جزئيه ان عصام، يعني زي ما بيقول هو من وجهه نظره 2012 عصام الحضري ما يبقاش موجود في منتخب مصر، لكن هو راجل موجود، الراجل يعني بيأدي بشكل جيد، في ثقه كبيره من كابتن احمد ناجي ومسؤوليات الكبر في عصام الحضري، هم اللي بيختاروا، هم اللي بيحددوا، مش احنا اللي ممكن نتكلم ونجبر حد على منتخبنا الوطني مين يلعب مين ما يلعبش، لان هي في الاول في الاخر رؤيتهم هم كجهاز فني، هم اللي بيتحاسبوا في الاخر. لكن كل التوفيق بقى لعصام او شريف او الشناوي او عواد، كل واحد فيهم بيمثل مصر، كل واحد فيهم هدفه هو وصول مصر لكأس العالم، وده الهدف الأسمى بالنسبة لنا كلنا. مين بقى يلعب مين ما يلعبش هو ده اللي احنا مش عايزين الكلمة دي تبقى موجودة، ولكن كل واحد وليه وجهة نظره من خلال طبعا تواجده، من خلال خبراته اللي موجودة ووجوده قبل كده في منتخب مصر. كابتن زكي عبد الفتاح، عايز اقول لكم امبارح منتخب